وكان انفجار عنيف هز بعد ظهر اليوم مدينة إب دون أن يسفر عن ضحايا. وأوضح مصدر أمني أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت بجانب الطريق العام بالدائرية الغربي بالقرب من مكتب أنصار الله تتخذه الجماعة لحل قضايا المواطنين. وأشار المصدر إلى أنه لم ينجم عن الانفجار أي إصابات باستثناء أضرار في إحدى القاطرات التي كانت بالقرب من مكان الانفجار. يشار إلى أن تنظيم القاعدة كان قد أعلن مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة في سيارتين تابعتين لأنصار الله بمحافظة إب.